بتمسح جدا لما بكون صورت حاجة كانت سلبية وبعدين تحولت إلى حاجة إيجابية، لأن ده هو العمل، هو ده الفعل على أرض الواقع. وأنا فاكر لما كنت بروح زمان بعض القرى في محافظة المنوفية، كنت أجد أكوام من التراب ومنازل متهلكة وبيئة تعليمية بدائية ومية صرف مغرقة الشوارع وترانشات وأطفال محرومين إنهم يروحوا المدرسة وترع فيها أنواع مختلفة من القمامة. دي كانت بعض الصور اللي التقطتها في هذا البرنامج لبعض القرى في محافظة المنوفية، تعالوا أفكركم بها. عندنا مجاري بقى أكتر من 8 سنين أو 7 سنين مفقودة ومش راضيين يوصلوا لغايه دلوقتي. المحطه واخدين الارض بتاعت المحطه على حساب الجهود الذاتيه على حساب البلد، وبقى لها حوالي 5 سنين او 6 سنين ارض فضاء لسه. في مشكله كبيره، الناس دلوقتي بالنسبه للارض اتشبعت بالميه، فبالتالي اي ترانش موجود في البلد هنا بينزع بيدفع ميه، كل يوم تلاقي البلد غرقانه ميه. دي مشكله كبيره بالنسبه لنا. مفيش مجاري في القريه، مفيش مستشفى ولا وحده صحيه في القريه. أقرب مستشفى لنا 10 كيلو أو 15 كيلو يكون المريض ازداد تعب. ده كان الوضع من أكثر من 10 سنوات. تعالوا بقى نشوف النهاردة بعد ما مشروع حياة كريمة دخل واشتغل وأعاد بناء القرى اللي احنا صورنا فيها قبل كده، وفر لهم الحياة الكريمة والصورة الحضارية المختلفة. تعالوا نشوف أخبار الناس. يستمر العمل على قدم وساق في تطوير قرى محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم مد خطوط الصرف الصحي بقرى المحافظة وإقامة مجمعات لخدمة المواطنين. واليوم وبعد بدء أعمال التطوير بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ذهبنا لنرصد أحوال المواطنين بعد هذا الإنجاز العظيم. قبل كده والله القرية كانت في العادي، يعني ولا كان في صرف صحي ولا كان في غاز ولا كان في أي حاجة خالص، كانت الحياة مش طبيعية. دلوقتي الحياة كريمة عملت خير في القرية كلها، دلوقتي بقى في صرف صحي وفي الطريق متسفل وبقت في حاجات كتيرة جديدة، يعني كل يوم بقى في جديد. يعني احنا نشكر الدولة ونشكر الرئيس، بركة في الرئيس السيسي فعلا الدعم اللي دخل البلد ده والصرف الصحي والغاز احنا كنا محتاجينه من 100 سنة. ما كانش فيه ولا صرف صحي ولا حاجة، وكانت كل حاجة مش يعني، بس دلوقتي الحمد لله كل حاجة بقت حلوة. ده هيبقى مجمع خدمات متكامل هيبقى موجود هنا. طبعا كانت القرية لا تنعم يعني بأي رفاهية من رفاهيات الحياة، لكن بفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحمد لله وصلت لنا حياة كريمة هنا القرية. المجمع الخدمي هو عبارة عن كل الخدمات اللي كانت بتقدم قبل كده في المدينة، فطبعا المبادرة بقت توفر على الناس المشاوير والتعب والجهد والكلام ده كله، فبقت كلها في القرية هنا. هيبقى هنا عبارة عن وحدة محلية، هيبقى فيه هنا مكتب بريد، هيبقى فيه هنا مكتب تأمينات ومعاشات، هيبقى فيه هنا شؤون اجتماعية. مبادرة حياة كريمة رجعت الروح تاني للريف المصري.